بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتنقل لجزء جديد او شابتر جديد اللي هو شابتر 9. وشابتر 9 بيتكلم على المودلز اوف كيميكال بوندينج. جاهزين؟ مستعدين؟ يلا نبتدي على بركة الله. تايبس اوف بوندز، انواع الروابط. لما يبدأ يحصل تفاعل بيبدأ الاتومز، الذرات يعني، تتحد مع بعضها. تتحد مع بعضها ازاي؟ عن طريق روابط. طب ايه انواع الروابط ديت اللي بيتحد بها الذرات مع بعضها؟ عندي 3 انواع من الروابط. النوع الاولاني بيسموه الايونيك بونز، واللي هو بيسموه الرابطة الايونية، ولها خصائص وهنعرف بتحصل امتى. طب هل هي ميتلز ولا نون ميتلز؟ هنعرف الكلام ده. النوع التاني اللي بيسموه الكوفلانت بونز، وهو الرابطة التساهمية، ومن اسمها كده بتساهم يعني، وهنعرف ببعض مع بعض كده خصائصها وايه انواعها. النوع الثالث اللي بيسموه الميتاليك بونز، اللي هو الرابط الميتاليك او المعدنيه، اذا اجزناها يعني وترجمنا الميتاليك وقلنا اللي هي الروابط المعدنيه. يبقى عندي 3 انواع من الرابط هناخدهم في الشابتر ده. طبعا في ملحقات معهم يعني، فهي ما يكون ايونيك بونز او يكون كوفلنت بونز او يكون ميتاليك بونز. وأول نوع هيقابلني في types of bonds اللي هو الأيونيك بونز، وهو الرابطة الأيونية. طب الرابطة الأيونية دي بتحدث إزاي؟ عامة بتحدث ما بين ميتال ونون ميتال. يعني إذا عندي ميتال اللي هما على شمال الجدول اللي هو ده، شايفين ده كل ده منطقة الميتالز، ويروح يتحد مع نون ميتال ويكون عندي أتوم تانية من النون ميتال. في الحالة ديت على طول كده اقول ده عبارة عن ايه؟ ايونيك بوند، او ايونيك بوند رابطة ايونية. زي ايه مثلا؟ زي كده ال NA وال F. ادي ال NA شايفين معايا، ادي ال NA ميتال صح، وادي ال F فين؟ ادي ال F فين؟ نون ميتال. زي ايه كمان؟ زي ال NA وال CL. فين ال NA؟ ادي ال NA وادي ال CL اهي نون ميتال. زي ايه كمان؟ عندي الكي بي ار، هذا البوتاسيوم، في البوتاسيوم اهو، مع البي البي ار، في البي ار اهو. زي ايه كمان؟ السي اي سي ال 2، هذا السي اي، هذا السي اي، وهذا السي ال. يبقى دي كل دي عباره عن ايه؟ ايونيك بونز. طب بيحصل ايه بقى في الايونيك بونز ديت؟ بيحصل ان يتنقل الكترون من الميتال الى النون ميتال. في الحالة دي بيحصل ايه؟ electron transfer from metal to non-metal. زي كده لو شفنا عند الرسمة اللي موجودة عند دهيت، بنلاقي انا مثلا ادي ال ان ايه metal، وفي عندي 1 electron في الاوتر شيل، شايفين اهو، في انا عندي اهو في الاوتر شيل في 1 electron. الالكترون ده هيتنقل ويروح الى الاف. يبقى اذا لما يطلع الالكترون ده يبقى على ديت ايه؟ positive charge، على ان ايه؟ وعلى ال F A negative charge. وهنا عارفين ايه؟ ان positive مع negative بيعملوا ايه؟ بيقربوا من بعض وبيلتصقوا بعض ويتحدوا مع بعض ويكون لي ايه؟ ionic bond. lowest dot symbols، ازاي هنحط الالكترونز اللي في الاوتر شيل اللي هي الفالنس الكترونز حوالين الاتوم؟ تعالوا نشوف مع بعض عن طريق مثال. لو عندي مثلا ال N A، ال N A فين؟ في الجروب 1. يبقى اذا الفالنس الكترون في الجروب 1 كام؟ 1 الكترون. هنحطه بدوت، يبقى الالكترون ده هنحط مكانه نقطة، يبقى كده هنحط نقطة فوق ال N A، يبقى ده فالنس الكترون. طب الجروب 2 احنا عارفين انها عليها 2 فالنس الكترون. تعال ناخد اكزامبل لها ال C A، هنحط دوت فوق ودوت تحت، يبقى ده ايه؟ فالنس الكترون. تعال ناخد جروب 3، عارفين ان جروب 3 كام؟ ف 3 فالنس الكترونز، ادي الالومنيوم، هنحط 3 الكترونز، ادي دوتس دوت دوت 3 دوتس. على فكره ممكن نحط ده هنا مش مشكله، او هنا. اوكي، طب نروح ل 4، عليها 4 فالنس الكترونز. يبقى ناخد اكزامبل لها الكربون، الكربون كام؟ 4 فالنس الكترونز في الاوتر شيل. طبعا نخلي بالنا، ادي 1 2 3 4 5 5 الكترونز. ادي مثلا ال N،
هنحط 5 الكترونز حوالين الاتوم. ممكن نحط هنا 2، ممكن نحط هنا 2، ممكن نحطها 2، ممكن نحط واحده. المهم يعني في 5 الكترونز حوالين الان. بعد كده عندي ايه الاكسجين، كام الكترونز؟ 6 الكترونز في الاوتر شيل، يبقى 6 فالنس الكترونز، ادا 2 2 1 يبقى 6 الكترونز. ممكن نحط ال1 هنا وال1 هنا، ممكن يعني نكمل هنا ال4 1 1 مش مشكله يعني. عندي في جروب 7 الاف عندي كام فالنس الكترونز؟ 7 فالنس الكترونز، يبقى نحط ال7 فالنس الكترونز. اخر جروب عندي اللي هو جروب ايه 8 اللي هو النوبل جازز، اللي احنا قلنا عليه ايه الغازات، الجازز النبيله الحلوه اللي اغراضها سلميه، اللي احنا ايه عارفين انها مستقره وما بتعملش مشاكل، لا بتحب تكتسب gain electrons or lose electrons. هنلاقي مثلا لو خدنا as example النيون، النيون عندي 8 electrons الفالنس electrons الموجود عندي. طيب طبعا من خلال ان انا اكون عارف الفالنس electrons اعرف ايه الجروب، ومن خلال الجروب اقدر اعرف ايه الفالنس electrons. فهمنا Lewis dot symbols. octet rule state، فكرة الأوكتيت إن كل أتوم بتسعى إن هي تقلد النوبل جاز، إنها تكمل الإيت إلكترونز، لأن زي ما عارفين كده إن نوبل جازز مجموعة مستقرة، مجموعة زي ما قلنا كده ما فيهاش مشاكل، ما بتجيبلناش مشاكل، يعني لا تحب جين إلكترونز ما تحبش تاخد إلكترونات، ولا تحب لوس إلكترونز ما بتملش الكلام ده، فعشان كده هي بطبيعتها مستقرة. وقلنا إنها كمان إيه بتستخدم في الأغراض النبيلة، في الأغراض الطبية، الهيليوم مثلا في المناطيد، النيون في الإضاءة، يبقى كل ده لوكتيت رول. إذا لقينا عندي 8 إلكترونز في الأوتر شيل معناه إن اسمه ده أوكتيت، يبقى وجود 8 إلكترونز عندي في الهايست إنرجي بيسموه أوكتيت. تعالوا نشوف مع بعض، بيقول لي هنا هو توين atom have 8 electrons in their highest energy level, they are said to have an octet. يبقى لو عندي 8 electrons في ال outer shell كده اسمه octet، يبقى يكتمل ويبقى octet. This rule works well in A بقى، بتشتغل كويسة القاعدة ديت فين؟ في الكربون لا اوكي octet، نيتروجين octet، الأكسجين octet، فلورين صوديوم مغنيسيوم اوكي. لكن ما يمنعش ان في exceptions، في حالات استثنائية، هنلاقي بعض الحالات الاستثنائية، يعني ممكن ما نلاقيش 8، ممكن نلاقي 10 الكترونز في الاوتر شيل، ممكن نلاقي 6 الكترونز في الاوتر شيل. تعالوا نبص مع بعض في الرسمة ديت، في الاوتر شيل هنا اهوت 8 الكترونز، يبقى ده اسمه ايه؟ اوكتيت. ديبكت كومباوند فورميشن، الليثيوم والفلورين. قبل ما نبدا، اللي في ايده قهوه، اللي في ايده قهوه دلوقتي يسيبها من شويه او يشربها بسرعه، اللي معاه كمان نسكافيه يشربه بسرعه عشان الجزء ده مهم. واحد يقول لي كمان اللي بيشرب شاي، واللي بيشرب شاي كمان، نركز مع بعض، مهم جدا الجزء ده. جاهزين نبدا. بيقول لي ديبكت كومباوند فورميشن، ديبكت يعني وضح، مثل، ارسم تكوين الفورميشن للليثيوم والفلورين. عشان اعمل فورميشن الليثيوم والفلورين فعندي ثلاث طرق. نمبر 1 بيسموها الالكترونز كونفيجريشن، وخدناها في شابتر 8، اللي مش فاكرها يرجع لشابتر 8 الشابتر اللي فات، او بالاوربيتال دايجرامز وكمان دي خدناها، او بلويس دوت سيمبلز اللي احنا خدناها من شويه. تعال نبداهم واحده واحده. الالكترونز كونفيجريشن، فاكرين طبعا الليثيوم، الليثيوم كام الكترونز؟ ايوه سامعكم، عليه 3 الكترونز. يبقى اذا الليثيوم لما نحب نكتب الالكترونز كونفيجريشن له، يبقى عندي كام؟ 1s2 و2s1، صح كده؟ تمام. الفلورين كام الكترونز؟ صح 9 الكترونز. تعال نوزعهم، تعال نحط الالكترونز كونفيجريشن، ادي الفلورين يبقى كام؟ 1s2، وبعد كده 2s2، وبعد كده ها ايوه صح 2p، يبقى 2p كام فيها باقي الالكترونز اللي هو 5، فاكر البي كام؟ اقصى ساعه لها كام؟ 6 الكترونز. هو حد ينسى؟ تعالوا نطلع بقى الفورميشن، هيحصل ايه؟ عشان عارفين الليثيوم ميتال وده ايه؟ نون ميتال، يبقى يحصل ايه؟
في 1 الكترون هيروح الى الفلورين عشان يكمل بي، يبقى كده الفورميشن. ده الليثيوم هيطلع منه 1 الكترون، وطالما لوس 1 الكترون عليه ايه 1 بوزيتيف تشارج، اذا ترتيب الالكترون او الالكترونز كونفيجريشن يبقى كام؟ اس 2 وخلاص، ال 2 اس 1 لوس 1 الكترون، ويروح الالكترون ده الى الاف. طالما الالكترونز راح للاف يبقى عليها ايه 1 نيجاتيف تشارج، اذا الالكترونز كونفيجريشن يبقى كام؟ 2 اس 2 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام 6 الكترونز. ده بيسموه electrons configuration اللي احنا خدنا طبعا. طب الاوربيتال دياجرامز، اول واحد الليثيوم عشان نحطه بالاوربيتال دياجرامز، ادي الليثيوم ادي ال 1s عليها 2 electrons، نحط 1 electron up and 1 electron down، كل نص سهم من دول 1 electron، وال 2s ادي ال 1 electron. طب الفلورين تعال نحطهم، يبقى الفلورين 1s ادي 2 electrons في الدياجرام، وادي 2s 1s فيها 2 الكترونز، ال 2s فيها 2 الكترونز، ال 2p فيها 5 الكترونز. لما يحصل الكومبينيشن او اللي هو يحصل الرابطه الايونيه، يحصل ايه؟ ان الليثيوم لوس 1 الكترون، يبقى الدياجرام عندي 1s2 وبقيتهم، والفلورين نوزع باقي الالكترونز 1s2 الكترونزهم و2s2 الكترونز، وبقيت الالكترونز 6 الكترونز في ال 2p. ادي الالكترون اللي هو طلع منين؟ من الليثيوم هنا. ده اللي راح هنا. فهمنا الالكترونز كونفيجريشن والاوربيتال دياجرامز. تعال نكمل اللويس دوت سيمبلز. نمبر 3 اللي هي طريقه لويس دوت سيمبلز اللي كنا خدناها من شويه، وهنا نحط ايه؟ الفالنس الكترونز حوالين كل اتوم. يعني مثلا ادي الليثيوم، الليثيوم في جروب 1 عليها ايه 1 فالنس الكترونز، وكمان الفلورين عليها كام فالنس الكترونز 7 فالنس الكترونز. الالكترون اللي موجود في الليثيوم اللي في الاوتر شيل هيروح يكمل 7 الكترونز عشان يبقى 8 الكترونز، ويبقى كده. يبقى اذا الليثيوم لما يطلع منها الكترون عليها 1 بوزيتيف تشارج، والفلورين يكمل 8 الكترونز وعليها ايه 1 وعليها نيجاتيف تشارج. تعال نشوف السؤال ده مع بعض بيقول ايه. بيقول use partial orbital diagrams and Lewis symbols to depict. depict يعني قلناها ان هي عشان توضح، عشان ترسم، عشان تبين. the formation of Na وعليها 1 positive charge and O الاكسجين عليها 2 negative charge ions from the atoms and determine the formula of the compound formed. وكمان عايز يطلع ايه المركب اللي اتكون. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، ارسم البارتشال اوربيتال دياجرامز، وكمان اللويس سيمبلز، وعايز كمان الكومباوند فورمد المركب اللي اتكون. طب نبص كده، عندي هنا اهوت ال ان ايه في جروب 1 يبقى عليها ايه 1 فالنس الكترونز، صح؟ طيب وعندي كمان الاكسجين، الاكسجين في جروب كام؟ جروب 6 سامعكم، عليها كام فالنس الكترونز؟ ايوه صح، عليها 6 فالنس الكترونز. طيب انا عندي هنا هو 2 نيجاتيف تشارج على الاكسجين، يبقى انا محتاج 2 من ال Na. تعالوا نبدا نحل. اول حاجه تعالوا نرسم البارشال اوربيتال دياجرامز. البارشال اوربيتال دياجرامز انا عندي كام الكترونز في ال Na؟ 11 الكترونز، صح؟ يبقى انا هرسم الالكترونز كونفيجريشن واخد الليفل انرجي الاخير كده. يبقى لان ايه هاخد الليفل انرجي 3، عندي كام الكترونز؟ 11 الكترونز، هوزعهم على عندي في 3s في 1 الكترون اللي هو فين ده الفالنس الكترونز اللي هو حر اللي هيطلع بعد كده، و3p فاض كمان محتاج ايه؟ صح، محتاج ان ايه كمان. يبقى انا عندي ان ايه فيها 1 الكترون، مش انا محتاج 2 الكترونز على ال O. طيب نرسم كمان الاكسجين، الاكسجين كام؟ ايوه 8 الكترونز، هاخد البارتشال الاخير. يبقى انا عندي البارتشال الاخير اللي هو 2s فيها 2 الكترونز تعبت كلها، وال 2p تعبي لي ال 4 الكترونز اللي فاضيين، وعارفين طريقه التعبئه ازاي. هيحصل ايه دلوقتي؟ هيتنقل الالكترون في ال 1s عشان يكمل لي هنا، وهنا ال 1 الكترون ده عشان يكمل لي هنا، ويكمل لي ال 8 الكترونز عشان يعبيهم على اخرهم. مش احنا قلنا عشان الاتوم تستقر بتلجا للاوكتت اللي هو عباره عن ايه؟
8 الكترونز كده. هيتنقل الالكترون ده هنا والالكترون ده هنا ونشوف الريزلت هيطلع ازاي. يبقى انا عندي هنا الاكسجين عليها 2 بوزيتيف تشارج وتكملت ال 8 الكترونز هنا وال 2 Na وعليها 1 بوزيتيف تشارج. تعالوا بقى نعمل اللي فات ده بطريقه لويس اللي هو دوت سامبلز. اللي انا بعمل بحط ايه دوت او دوتس حوالين الاتوم. اول حاجه عندي ال Na، ال Na لوحدها كان عندي 1 هنا 1 الكترون، وعلى ان هي ال Na هنا عليها 1 الكترون، والاكسجين كان عليه كام؟ ايوه 6 الكترونز. يبقى هنحط كام؟ 6 دوتس حوالين الاكسجين. يتنقل الالكترون من هنا زي ما عملنا اللي هناك بالظبط، والالكترون من هنا عشان يكمل لي ال 8 الكترونز. يبقى اذا كده هيروح الالكترون ده هنا والالكترون ده هنا عشان يطلع في الاخر ايه 2 Na، ونحط براكت كده 1 بوزيتيف تشارج، والاكسجين او كمل ال 8 دوتس اللي هو 8 الكترونز، ونحط براكت كده اللي هو سكوير براكت و2 نيجاتيف تشارج. فاضل حاجه كمان اللي هو ايه؟ اكتب له الكومباوند اللي اتكون. الكومباوند اللي اتكون هيبقى كده ان ايه وعليها 1 بوزيتيف تشارج، او وعليها 2 نيجاتيف تشارج. يبقى اذا المركب اللي اتكون نبدل التكافؤات. يبقى هنا وقت يبقى ايه؟ لو حطينا من غير طبعا اشارات، هنا 1 وهنا 2 يبقى Na2O1. ال1 طبعا ايه؟ اوعى حد يكتب ال1. يبقى كده المركب في الاخر Na2O. اوكي؟ okay.